الاستاذ محمد المعدي رئيس المجلس الجهوي للعداله الاستئنافيه في مراكش. طبعا هذا اللقاء التواصلي كياتي في اطار البرنامج الذي اعده المجلس منذ بدايه انتخابه من اجل التواصل مع القاعده. هذا اللقاء التواصلي ديال هذه السنه وضعناه تحت شعار مهنتي مستقبلي لكي ياتي في واحد السياقات متعدده منها ورشه ديال اصلاح منظومه العداله ثم كذلك السياق حقوقي ودستوري. نعتبر على انه مهنه ديال التوثيق العدلي هي مهنه يعني الدور ديالها وهو تنزيل السياسات العموميه في مختلف القطاعات سواء الماليه سواء الاجتماعيه سواء العقاريه. وكان لابد اننا نطلب من الوزاره الوصيه اخراج القانون المنظم للمهنه اللي هو الان بيد الوزاره واللي كنطمحوا من خلاله ان يكون قانونا متطورا وحدثيا يراعي اولا التطور اللي عرفه المجتمع وثم اتجاه ديال الدوله اللي الهدف يعني الرفع مستوى متعلق بالخدمات الالكترونيه. ومن خلال هذا اللقاء هذا كنحطوا القاعده على يعني مواصله يعني المواكبه ديال المستجدات والاستجابه كذلك للمقررات ديال المجلس ولا ديال الهيئه الوطنيه بتطوير الاداء ديال المهني حتى يكون قادرا للاطلاع بكل المهام الملقاه على عاتقه مستقبلا في ظل هذه التطورات وهذه التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. اذا كان عندنا المشكل الاكراهات اللي هي تشريعيه وقانونيه واللي الان من خلال الجلسات الحوار اللي جمعت الهيئه الوطنيه مع الوزاره الوصيه لوزاره العدل انتهى الحوار في سبتمبر 2019 والان ننتظر من الوزاره الوصيه اخراج ذاك المشروع اللي كنطمحوا من خلاله تلبيه الطموح ديالنا كمهنيين وكذلك لخدمه المجتمع لانه لا يعقل باش تبقى المهنه يعني تتعوق من مجموعه من ديال الاكراهات التشريعيه في الوقت اللي مهن اللي هي ممثله كتشتغل في نفس المجال ديالنا تكون عندها واحد الصلاحيات. اذا حنا كنطمحوا الى تطوير المهنه ديالنا اللي من خلالها غادي نخدموا المجتمع وحتى ترقى الوثيقه العدليه الى مصاف يعني الوثائق الدوليه لانه ما بغيناش يتحصر فقط على المستوى الوطني وانما تكون عندها الاثر يعني والاثر القانوني خارج ارض الوطن لا سواء بالنسبه للدول اللي عندنا مع علاقات ديال اتفاقيه ديال التعاون القضائي او لا غيرها لانه كما يعني يعرف الجميع ان التوثيق اليوم هو توثيق كوني يعني ماشي منحصر فقط على المستوى الوطني ولكن نهدف من خلال هذاك ان المهنه ترقى الى المعيار الدولي. اذا مجموعه ديال كذلك استقلال عن سلطه قاضي التوثيق التي نعتبرها اليوم هذا بقاء ديال مؤسسه قاضي التوثيق كيشكل واحد بالنسبه لنا عائق من التطور. علاش؟ لان المقتضى الدستوري اللي جربت المسؤوليه بالمحاسبه. اذا مادام هذا السيد قاضي التوثيق لا يعني ليست له مسؤوليه من خلال هذه الوثائق العدليه التي تم المخاطبه عليها فبالتالي انه نطلب من يعني المطالب ديالنا اللي هو مطلب اساسي هو الاستقلاليه عن مؤسسه قاضي التوثيق وكذلك عن مؤسسه ومهن اخرى لمهنه النسخه لان هذا من شان هذا التعطل ديال هذه الوثيقه ان لا يضمن لنا تنافسا يعني قويا على مستوى الساحه الوطنيه اللي كتعرف واحد المنافسه الشرسه وبالتالي من شان هذا التجاوز هذا المشروع ديال القانون او القانون ان شاء الله المستقبلي ان نتجاوز في كل هذه الاكراهات الشرعيه والقانونيه املا في يعني في ان تؤدي هذه المهنه التوثيق العدلي واحد الخدمه في مستوى التطلعات ديال المواطنين المغاربه وكذلك الاجانب المستثمرين الاجانب اللي كيولجوا المغرب من اجل استثمار ديال الاموال ديالهم سواء في المستوى المالي او المستوى العقاري.